فضيل منير خو المرحومة إيمان فضيل. هذا الملف جد مشكوك فيه، لا في الموز ديالها ولا في السبيطار ديالها ولا من بعد السبيطار ديالها. هنا عبارة عن فيلم داروه والأخت ديالي توفات، مازال ما قالوا لنا شيء، كيقولوا شي حوايج اللي احنا كنا عارفينهم شحال هادي، يعني ما تطرقوش الأمور المعقولة ويضبطوا معنا الأمور، لأن احنا بغينا نعرفوا هاد الشرطة وهاد القضاء فين وصل في هاد القضية هادي. العالم راه عارف شكون. إيمان فاضل تم الاستقبال ديالها في المستشفى بسبب التسمم، والمرحومة إيمان فاضل كانت هي الشاهدة الرئيسية في ملف الذي يتهم فيه بيرلوسكوني اللي كان رئيس ديال الإيطالي، اللي هو سياسي بارز ورجل أعمال يتهم فيه بالاغتصاب الجنسي فتاة قاصرة. نعم، يمكن لك تحكي لنا من الاول كيفاش وقع؟ كيفاش وقع جد عادي. اختي كانت من الناس اللي كتمشي لذاك الحفلات اللي كان كينظم سيلفيو بيرلوسكوني، على اساس باش يعني تحسن الوضعيه نتاعها في ايطاليا. هي اصلا كانت كدير حوايج اخرين مع ليلي مورا، وعندها بزاف ديال المسائل دارتهم، بغات تحسن الموضوع ديالها. هذا هو الاساس علاش كانت كتمشي. ومن بعد فاش وقع اللي وقع والامور تفضحات، اختي كانت من ضمن داك الشهود ان ماشي هي اللي بغات تمشي، راه هما اللي بزوا عليها، يعني انه السلطات هما اللي بزوا عليها، قالوا لها استدعتها باش تشد فضحها. اييه استدعتها، بزوا عليها 9 سنين ديال المحاكم، و9 سنين وهو كيصيفط لها الناس باش يترونجا هو وياها، كيعيطوا لها كيجيو لعندها ودلات هادشي في المحكمه. وهاد 2019 وقع لها تسمم، وهادشي راه باين، لان فاش دخلت للسبيطار حتى الدكاتره جاوا وقالوا لها راكي مسممه. بعد لا من بعد نكرو التشريح الطبي جلس 5 شهور، يعني هادشي فيه مبالغات كثيره. احنا كنطلبوا نعرفوا غير الحقيقه اللي واخا ما عاد يغطيوها شحال من عام غتبان. يعني غادي نمشيو مرحله بمرحله. الاخت ديالك حسات بالمرض الذات ديالها، قصدت المستشفى بصحه خاصه ولا مستشفى؟ نعم، استقبلوها تما وداروا لها التحاليل. كنت تحكينا في المرحله هذه بما انك كنت على تواصل دائم معها. هي تهزات في لومبيلونس. نعم، التاريخ تقريبا 26 27 ما عنديش بالضبط، ولكن نعطيه لك انايا. يعني في شهر جوج، في شهر 2019. شهر واحد ماشي حتى شهر جوج، هي جلست 33 يوم في السبيطار. نعم، هاد الناس هادو بعد لا تسمات، ماشي كانوا كيقلبوا على السم، كانوا كيغسلوا لها الدم. حيت كنت كنتواصل مع الاخت ديالي وكتقول لي شنو كيديروا لها. نعم، يعني هاد الناس ماشي كانوا كيشوفوا من حالها ويداويوها، كانوا كيغسلوها من داك التسمم. ومن بعدها نعم سيدي الشرطه قالت لك سيدي هاد الجثه ما يمكن لكمش تقيسوا فيها، بعد لا كان ايكيب اللي كان يداوي فيها والناس اللي كانوا كيجيو لعندها. اذا انت هاد الناس راهم كونتامينين، خصهم ما يدوروش في السوق ياك. موراها سيدي عاد جات ب 20 يوم لاطوبسي، عاوتاني جلسنا 4 شهور ولا 5 شهور. هادشي كله فيه بزاف ديال الغموض، كي الموت ديالها كي هاد الفيلم اللي داروا، هذا غير فيلم اصطناعي. اللي قلتي لنا كانوا كيغسلوا لها الدم ديالها. كاين شي واحد كيديروا له التمهيديه، كانوا كيديروا لها غسيل كيلي 4 كل شيء غسيل، يعني كتقول اون جينيرال بغاو يخفيو الاثار ديالها. كيخفيو الاثار ديالها.
وما يقدر حتى شي واحد يديرو هذا الشيء. هذا الفيلم اللي داروا كان غير واحد اللي يقدر يديرو، وراه معروف على صعيد العالم اللي هو كيهمو الامر. احنا ما نقدروش نتهموه، ولكن الادله ضده. ايه بيان سور ما غاديش يبقى في السياسه. هذا الشيء اللي انا كنطلبوا من القضاء الايطالي، كنطلبوا من وزير الخارجيه اللي هو مازال ما عمره هضر على هذا الملف، وعلى نعم سيدي القنصله الايطاليه ما تطرقاتش لهذا الملف بمعنى الكلمه. يعني كل شيء احنا راه ولادنا، احنا مغاربه، ولادنا ماشي كنلوحوهم حنا يموتوا في جهه اخرى ونخليهم يموتوا، واللي بغى يموت يموت. هذا راه ملف دولي، راه خص تاخذوا القرارات الواجبه. بعد لا يكون فيها الجبل ولا ما عادش تكون فيها. بعدا نعرفوا علاش هاد البنت ماتت، الله يرحمنا جميعا، لا حيين ولا ميتين. بالنسبه للشهود الاخرين سواء من الذكور ولا من الاناث في هذا الملف ديال بيرلسكوني، شنو وقع معاهم؟ ما وقع معاهم والو. هذوك سيدي كيخلصهم كل شهر، كيعطيهم 3000 2000 ديال الاورو كل شهر. واش كاين شي واحد غادي يشهد ضدك انت كتخلصو؟ هادشي راه امام العالم. هادشي يعني كاملين كانت شهاده ولا شهاده اخرى كاملين. وزائدون من الهضره ديال هادشي كله، داك الناس كلهم خرجوا من الدار ديالو، وكلهم دابا ما عندهمش مستقبل، وكاين اللي في الحبس. يعني هادشي باين واضح موضح بحال الشمس. بالنسبه لكم نتوما كاسره من ذوي الحقوق ديال المرحومه، شنو هي الاجراءات القانونيه اللي قمتوا بها؟ حنا عندنا جوج محامين، واحد من نابولي وواحد من ميلانو، اللي كياخذوا اجراءات مع القضاء الايطالي، وبغاو يسدوا هذا الملف، واعتقدنا ودعينا السبيطار، ولكن اللي دار هذه الجريمه مازال ما كاينش. هو ماشي واحد، هما بزاف بهم بعدا اللي داروا هذه الجريمه. كاين اللي جاب السم، كاين اللي عطاه له، كاين اللي تستر، كاين اللي غسل، كاين البوليس تاهما داروا خدمتهم، ما مشاوش كيخدموا كيخص يتخدم هذا الملف. وهذا الشيء راه ما يمكنش يديروا واحد عادي، غادي يديروا غير داك الشريف، فهمتيني ولا؟ وهذا الشيء راه ما غاديش نسكتوا عليه ان شاء الله، وعرفوا المغاربه اش كيسواو. والمرحومة انا كنبغي يا ربي جل العليله رحمات، وربي ياخذ حقها، والله يتبعنا بها مؤمنين امنين في طاعه الرحمن، هذا ما غادي نقول، والله يجيبنا في الصواب. السلطات انا كنشكر السلطات، واخا ما داروش شي حاجه اللي هي كثيره، ولكن يمكن مازال ما جاش الوقت. ولكن انا كنطلب السلطات، وكنطلب وزير الخارجيه يتدخل في هذا الموضوع هذا، كما كنركز على نعم سيدي القنصله الايطاليه اللي بميلانو تسد لي بمسائل اللي كتعرفها جد كتعرفها على هاد الدوسي هذا، وتعلم وزير الخارجيه ويديروا واحد التنسيق، حيت ما يمكنش حنا السيده ما عندها والو تموت عندها 33 عام. بالنسبه للنتيجه ديال التشريح الطبي، شنو عطات النتيجه ديال التشريح الطبي؟ النتيجه ديال التشريح الطبي كيتفلاو، يعني هما غير نعسوا هاد الملف. هما كيقول لك اسيدي بالله الكبد ديالها و والكلاوي ديالها ما خداميش، هادشي حنا كنا عارفينهم شحال هادي. حنا بغينا علاش داك توصلت لذاك النتيجه، ما هو السبب؟ ما كاينش، وحنا ما عندنا حتى شي واحد من العائله اللي يمكننا نقولوا عندنا هادشي وراثي، كلشي صحيح. يعني ما كانش كتعاني؟ ما عندها حتى، عمرها مشات للطبيب السيده، اول خطره دخلت للطبيب توفات، يعني في واحد ظرف وجيز. بالنسبه للوفاه كنظن كانت شهر 3 1 مارس 2019 والعمليه ديال الدفن تمت البارح. يعني شنو يمكن لكم تقولوا؟ ما عندنا ما غادي نقولوا، لحقاش حنا ما كانش يمكننا، ما بغاوش يعطيوها لنا. هذه هاد 20 يوم باش قالوا لنا هاكوا بنتكم الا بغيتوا تدفنوها. يعني بقات تما هي، وهي عندهم تما كاينه، وما كيدوزوا الفيلم ديالهم، فهمتيني؟ حيت انا راني كنهنئهم على داك الفيلم اللي دوزو.
كيستحق الأوسكار فهمتيني. هذاك غير سيناريو مصوب من شحال هادي وتنفذ صافي هادشي اللي كاين. نعم اخر كلمه ولا نداء اللي تبغي تقول. ايوا النداء انا كنطلب كاع المغاربه والعالم يناضلوا معنا في هذا الملف الغامض. هذا الملف اللي هو ما عمرو شفت في حالو. احنا كنشوفوا الناس كيموتوا ماشي عاد مات شي واحد جديد. ايه ولهذا انا كنطلب من اي واحد شاف شي حاجه ولا عنده ما يقول يتصل بينا.